أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم 8 فبراير من سنة 2023، ومعنا رؤيا عظيمة، معنا رؤيا مبشرة بدولة المغرب الأقصى، والرأي نفسه من بلاد المغرب يقول: رأيت خريطة المغرب وملكا عظيما يكتب في جميع أنحائها القرآن الكريم، وفي الوسط كتبت الآية الكريمة: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقد كان موجودا في يد الملك ميزان عظيم منصوب. أعيد نص هذه الرؤيا أحبابي الكرام، يقول الرأي: رأيت خريطة المغرب ملكا عظيما يكتب في جميع أنحائها القرآن الكريم، وفي الوسط كتبت الآية الكريمة: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقد كان موجودا في يد الملك ميزان عظيم منصوب. نعم أحبابي الكرام، كان هذا هو نص هذه الرؤيا. وقبل أن نبدأ التأويل، أدعوكم إلى هذا الفاصل ونواصل. أهلا ومرحبا بكم، ما زلنا في قناة التقويم وإعادة التأويل. وقبل أن نبدأ إن شاء الله تعالى، أقول دائما الحلقات في هذه القناة ستكون يومية، كل يوم لدينا رؤية جديدة. الحلقة إن شاء الله تعالى ستكون مختصرة في حدود 10 دقائق إلى 15 دقيقة، واستجابة لطلب الإخوة والأخوات. العديد من الإخوة والأخوات يريدون حلقات في حدود 10 أو 15 دقيقة. لكن أحبابي الكرام، حتى نكون صرحاء، لا بد أن نعطي للرؤية حقها، ونعطي التفصيل الممل للرؤية. إن شاء الله تعالى هذا سيكون في القناة الأولى، قناة المعبر المغربي محمد مجاهد. نفس الرؤية أحبابي الكرام حينما أعبرها باختصار في قناة التقويم، هذه الرؤية سأعيد نقلها إلى القناة الأولى، قناة المعبر المغربي محمد مجاهد، وأعبرها باستفاضة وشرح ممل إن شاء الله تعالى، وقد نتعدى النصف ساعة، وقد أضيف على الحلقة كذلك مواضيع في غاية الأهمية، مستجدات العالم، أو ربما هناك حلقة يعني مواضيع دينية إلى غير ذلك، حتى تكون الحلقة إن شاء الله تعالى منسجمة ومتنوعة، وأرضي جميع طلبات الإخوة. هناك من يريد شرح ممل وشرح طويل، وهناك من يريد الحلقات مختصرة. إن شاء الله تعالى سألبي رغبات هؤلاء وألبي رغبات الآخرين إن شاء الله، ونمضي على هذا النحو إن شاء الله تعالى، ونبدأ إن شاء الله. نعم أحبابي الكرام، هذه الرؤية صادقة ابتداء، وهذه الرؤيا هي رؤيا حق، والرؤيا الحق هي جزء من 46 جزءا من النبوة. هذه الرؤيا تخص بلاد المغرب الأقصى، وهي رؤيا مبشرة. نعم أحبابي الكرام، الرؤيا تقريبا على ظاهرها ولا تحتاج إلى تأويل. وعدد القرائن الموجودة في هذه الرؤيا تقريبا 5 قرائن. القرينة الأولى خريطة المغرب، القرينة الثانية الملك العظيم، القرينة الثالثة مكتوب على خريطة المغرب القرآن الكريم، ثم الآية: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، معنى هذه الآية. ثم القرينة الرابعة الميزان العظيم المنصوب، والقرينة الخامسة وهي الملك. نعم أحبابي الكرام، نبدأ إن شاء الله تعالى بالقرينة الأولى. ماذا تعني خريطة المغرب؟
خريطة المغرب هنا تعني أن هذه الرؤية خاصة ببلاد المغرب. نعم أحبابي الكرام، هناك ضبط دون عصبية ودون تحامل، سبحان الله، على الرؤى. وكنت أتعجب من الذين يكيلون بمكيالين. ما زلت أتذكر منذ سنتين أن تونسي اقتحم يعني التعليق في قناتي الأولى، قناة المعبر المغربي محمد مجاهد، وقال لي إن هناك 100 رؤية تخبر بخروج المهدي من تونس. من طبعي أحبابي الكرام الأخذ والعطاء وعدم الهجوم على أي شخص، وإن كنت مقتنعا أو لدي أفكار. قلت لهذا الشخص: أحبابي الكرام، اعطيني هذه الرؤية حتى أنظر فيها. وبالفعل بدأ يكتب الرؤية رقم 1 2 3، وبدأ يعدد حتى وصل تقريبا إلى الرؤية 100. نظرت إلى جميع هذه الرؤية أحبابي الكرام ولم أجد ربع رؤية تخبر بخروج المهدي من تونس. وكل ما في الأمر أن هذه الرؤية تحمل اسم المغرب. عجبا، كل رؤية فيها اسم المغرب هي لتونس. كنت أستغرب يعني من هذا الأمر، وقمت برد كل هذه الرؤى وقلت: كل رؤية تحمل اسم المغرب فهي للمغرب، وكل رؤية تحمل اسم تونس أو الجزائر أو موريتانيا الغريد فهي لهذا البلد. نعم، من زمان يوم لم تكن هناك حدود ولم تكن هناك هذه الأسماء، سبحان الله، نقبل هذا الأمر أو هذا النوع من التأويل. لكن الله سبحانه وتعالى فحينما يرسل الرؤى، الله سبحانه وتعالى هو يعلم أن هناك بلاد اسمها المغرب، وأن هناك بلاد اسمها الجزائر، وبلاد اسمها تونس وليبيا وغير ذلك. إذن لماذا نريد أن نلوي أعناق هذه الرؤى ونتحامل على هذا الأمر؟ لا بد أن نكون صرحاء، ولا بد أن نكون سبحان الله يعني نؤول الرؤى بعدل وبمصداقية. وأكبر دليل على كلامي أحبابي الكرام أن الرؤى تأتي باسم الجزائر، ورؤى تأتي باسم تونس وليبيا وغير ذلك، ورؤى تأتي باسم المغرب. فأي رؤية تأتي باسم المغرب هي للجزائر أو تونس، وسبحان الله، والرؤى التي تأتي باسم الجزائر أو تونس فهي للجزائر تونس. فهنا يعني نرى غياب المنطق، المنطق غير موجود أحبابي الكرام. فلا بد أن نكيل بميزان واحد، وألا نكيل بميزانين، سبحان الله. لا بد أن تكون المعادلة محددة وواضحة. نعم، كل رؤية فيها اسم المغرب أو الغرب فهي للمغرب أحبابي الكرام، هي للمغرب الأقصى. وكل رؤية فيها تونس والجزائر فهي للجزائر أو تونس. والله سبحانه وتعالى الذي يرسل الرؤى باسم المغرب، لو كان المقصود الجزائر أو تونس، لا سبحان الله لما أرسل رؤى أخرى فيها أسماء تونس والجزائر إلى غير ذلك. نعم حبايبي الكرام، هذا من باب التوضيح، وسوف أشرح إن شاء الله تعالى هذا الأمر بشكل مفصل في قناتي، قناة المعبر المغربي محمد مجاهد. إذن الرؤية هنا فيها خريطة المغرب، ليس الاسم فقط، وإنما موجودة يعني في الرؤية موجودة خريطة المغرب. وإن كان هذا يدل على شيء، فإنما يدل على أن الرؤية خاصة ببلاد المغرب الأقصى. وأنتقل إلى القرن الثانية وهي الملك العظيم. نعم حبيبي الكرام، الملك العظيم الذي ينتظره المسلمون هو ملك المهدي، هذا الرجل القرشي الهاشمي الفاطمي الذي سيخرج ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. الملك العظيم هنا كناية عن المهدي. والدليل أولا من كتاب الله سبحانه وتعالى الذي قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. نعم حبيبي الكرام، حينما نزلت النبوة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد عيسى كان اليهود ينتظرون نبيا من اليهود، لكن حينما من الله سبحانه وتعالى على العرب وأرسل فيهم نبيا عربي وأعطاه الكتاب، سبحان الله، حسدوا أمة العرب وحسدوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من اعترافهم سبحان الله بأن هذا النبي على الحق وأن الكتاب هو حق
وهو نبي فعلا، سبحان الله أنكروه ورفضوه. وبسبب ماذا؟ بسبب الحسد. نعم أحبابي الكرام، فالله سبحانه وتعالى خاطبهم قال لهم: أم تحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب. الله سبحانه وتعالى هنا يريد أن يذكر هؤلاء اليهود وهؤلاء سبحان الله الحاقدون على أن الله سبحانه وتعالى أعطى سبحان الله هذه النعمة لإبراهيم وآل إبراهيم إلى غير ذلك. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. نعم أحبابي الكرام، آتيناهم ملكا عظيما. فسليمان وداود عليهم السلام هم من نسل إبراهيم. الله سبحانه وتعالى أعطاهم ملكا عظيما، أعطى لسليمان عليه السلام ملكا عظيما، وأعطى لداود عليه السلام ملكا عظيما، وهما من نسل إبراهيم عليه السلام، كما أعطى للرسل الأنبياء كتب سبحان الله إلى غير ذلك. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم العربي الذي خرج من قريش سبحان الله، هو من نسل إبراهيم كذلك. أحبابي الكرام، الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لهؤلاء الحاسدين محمد صلى الله عليه وسلم هو من نسل إبراهيم كذلك. أعطاه الله سبحانه وتعالى الكتاب، وأعطاه الله سبحانه وتعالى الحكمة، وسيخرج من نسل محمد صلى الله عليه وسلم هذا المهدي الذي سيعطيه هذا الملك العظيم، كما أعطاه لداود عليه السلام، وكما أعطاه لسليمان عليه السلام. نعم، قال الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: ملك الأرض أربعة، مؤمنان وكافران، فالمؤمنان سليمان وذو القرنين، والكافران النمرود وبختنصر، وسيملكها خامس من أهل بيتي. نعم، الخامس هو هذا المهدي أحبابي الكرام، هذا المهدي الذي سيخرج ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. نعم أحبابي الكرام، تكلمنا عن الحسد، والحسود لا يرضيه إلا زوال النعمة عن المحسود. اليهود والمشركون وغيرهم من النصارى حسدوا العرب على هذه النعمة، نعمة النبوة في العرب، سبحان الله، ختام هذه الرسالة من العرب، حسدوهم. فكذلك الأمر أحبابي الكرام، هناك متعصبين سيحسدون المغرب على نعمة خروج المهدي من بلاد المغرب الأقصى، وإن شاء الله تعالى فهناك سبحان الله يعني أمر مخزي تابعناه في قنوات 30 قناة مصرية كلها اتفقت على إخراج مهدي مزور من مصر من خلال الجفر. الآن فضحهم الله سبحانه وتعالى، والأول يخرج تسريبات عن الثاني إلى غير ذلك، وما زالوا في غيهم. سنتكلم عن هذه الأمور إن شاء الله تعالى بتفصيل في قناة المعبر المغربي محمد مجاهد، لكن فقط هذه رسالة سبحان الله، يريدون أن يكونوا كاليهود أحبابي الكرام، ويسقطون في نفس الفخ. وكيل نطيل في القرينة الثالثة أحبابي الكرام، مكتوب على الخريطة القرآن الكريم فيه إشارة لأن هذا المهدي الذي سيخرج من المغرب لن يحكم إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، بخلاف من زعموا أن المهدي ورسول أو نبي، أقول لهم المهدي ليس رسولا ولا نبيا، وإن كان مرسل من الله سبحانه وتعالى، وإن كان خليفة الله فهو مجدد وخير المجددين، وسيخرج ليحكم بالعدل الأحباب الكرام، كتابه القرآن فقط ولا غير، وكذلك سيحكم بسنة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولا غير. نعم، وفي القرينة الرابعة الميزان العظيم المنصوب، هذا الميزان العظيم أحبابي الكرام إشارة إلى العدل، فالمهدي مهما كانت جنسيته سيخرج عادلا أحبابي الكرام، إن كان مغربيا أو إن كان من دولة أخرى فالمسلمون سواسية عنده أحبابي الكرام، فسيحكم بالعدل من غير المسلمين، فما بالك بالمسلمين. الجنسية هنا أحبابي الكرام لا تهم، فقط حينما نقول أن المهدي مغربي أو سيخرج من المغرب نريد أن نحدد جنسيته ومكان ولادته وخروجه لا أقل ولا أكثر. في القرينة الخامسة
وهي الملك. ماذا يعني الملك هنا؟ الملك الملك هنا الذي يحمل هذا الميزان العظيم المنصوب لا يدل على الملك محمد السادس بقرينة أن الرائي هو مغربي. الملك هنا رمز إلى الله سبحانه وتعالى، فالسلطان هو ظل الله على الأرض. وكما كنت أقول دائما، الرؤى التي يوجد فيها السلاطين والملوك هي إشارة إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا كان الرائي سبحان الله تحت سلطان، تحت حكم هذا السلطان أو هذا الملك. الملك هنا رمز إلى الله سبحانه وتعالى، والميزان العظيم المنصوب ورمز لهذا العدل الذي سيخرج من المغرب إن شاء الله تعالى. كان هذا هو تأويل هذه الرؤية أحبابي الكرام باختصار، وتأويلها بالتفصيل الممل إن شاء الله تعالى سيكون على قناة المعبر المغربي محمد مجاهد قريبا. أحبابي الكرام، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.